ثالثًا: قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash Flows هي قائمة باختصار تتضمن عناصر المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية التي نتجت عن الأنشطة المختلفة التي تزاولها المنشأة وذلك خلال فترة زمنية معينة، وفي النهاية تساعد هذه القائمة في إظهار ما يُسمى بصافي التدفقات النقدية التي حدثت داخل الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، فهذه القائمة تقوم بتقسيم أنشطة المنشأة إلي ثلاثة أنواع من الأنشطة: لدينا الأنشطة التشغيلية، تظهر هذه القائمة المتحصلات النقدية من هذه الأنشطة التشغيلية، ثم تخصم منها المدفوعات. ايضا النقديه للانشطه التشغيليه ثم في العنصر الثاني الانشطه الاستثماريه تظهر فيها ايضا المتحصلات النقديه ناقص المدفوعات النقديه ايضا ثم في النوع الثالث الأنشطة التمويلية تظهر بها أيضًا المتحصلات النقدية، ثم مخصومًا منها المدفوعات النقدية؛ النتيجة هنا تكون صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، ثم هنا صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية. ثم هنا صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية، وفي النهاية عند جمع هذه الأرقام الصافية نصل إلى صافي التدفقات النقدية خلال الفترة، والتي تضم أو تضاف على رصيد النقدية أول الفترة، تكون النتيجة. هي رصيد النقدية آخر الفترة، طبقًا لهذا الشكل المختصر يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية، ونلاحظ أنها تضمنت المتحصلات والمدفوعات عن مختلف الأنشطة، ثم نتج في النهاية صافي التدفقات النقدية خلال الفترة التي يتم إعداد هذه القائمة عنها، وتساعد هذه القائمة. في تحديد مدى دقه رقم الارباح الظاهر في قائمه الدخل